المرأة المغربية والمرأة الطنجاوية باليوم العالمي للمرأة. هذه المرأة المناضلة المكافحة في كل في مجالها ومن موقعها. أهنئ المرأة يعني برفيق دربها، كل يعني حسب صلتي بها. هذه المرأة التي لن تستطيع أن تكون بدون هذا الرفيق، وأيضا بدون المرأة نفسها، لأن كل مرأة محتاجة لأم لأخت لزميلة لصديقة، فالكل يكمل البعض. بهذه المناسبة أشكر زوجي الذي أو على مساندته لي وعلى صبره لي، وأعتذر لي مرة ثانية. أشكر الجهة المنظمة وأتمنى التوفيق للجميع، ويجب لي أهنئ جميع المكرمات الأساتذة الكرام، وشكرا لكم. 8 مارس كتعرفوا أنه اليوم العالمي للمرأة، هو مناسبة باش نوقفوا وهي محطة باش نشوفوا الإنجازات ديال النساء في المغرب، وكذلك باش نحتفلوا بالمرأة ماشي كمواطن درجة ثانية، وإنما كإنسان يعني يعطي الكثير، عنده مسؤوليات عديدة، مسؤوليات أسرية ومسؤوليات عملية، وكذلك نساء المناضلات في شتى المجالات، المبدعات المتألقات المتميزات يحتفل بهم اليوم، والاحتفال بالنساء اللي تم اختيارهم كأسماء اليوم من أجل الاحتفال هي مسؤولية، وهي كذلك كما قلت هو مفتاح آخر من أجل فتح باب ديال الأمانة، وكذلك ديال الاشتغال والنضال، من أجل أن المرأة تتمكن بالنسبة وكذلك بالمكانة اللي كنتمناوها لحنا كنساء، وكذلك الشركاء ديالنا الرجال في شتى المجالات. من موقعنا وأنتم تواكبون معنا هذا الحدث، حدث إطلاق النسخة الأولى من برنامج متميزات 2020، وبرنامج يعني نستحضر فيه عطاءات المرأة المغربية ونتمن مجهوداتها ونشجعها على العطاء أكثر بجانب الرجل طبعا، من أجل بناء مجتمع مغربي قوي. كذلك الإخوة في مؤسسة بني مكدا شانيل ارتأوا على تأسيس لمحطة تكون سنوية من أجل تتمين مجهودات المرأة، وبالتالي خلق واحد دينامية جديدة في مدينة طنجة، للدينامية اللي كتشجع المرأة كما تشجع المرأة الرجل. فالوطن في حاجة لكل أبنائه لكل بناته. فتجربتنا هذه ديال متميزات 2020 هو برنامج مشترك ما بين بني مكدا شانيل، وبشراكة ودعم المقاطعة السواني، وبمساندة إعلامية من كل المواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة والمسموعة بمدينة طنجة. من اللحظات الفارقة أيضا التي تنضاف إلى مسيرتي الإبداعية التي أخلص فيها دائما إلى أن أكون وفية لشاعرة داخلي. أنا سعيدة جدا بهذا التكريم، وهو احتفاء ببهاء الكون على اعتبار أنه يحتفي بجوهر الكون الذي هو المرأة. كل عام والمرأة المغربية المكابرة المكافحة المناضلة العاشقة لوطنها المجتهدة المحبة الحنون دائما بألف خير معطاء صبور مكافحة وتتبوى أعلى المراتب في هذا البلد. ما زال أمامنا الكثير مما نحققه جميعا بتكاتف الجهود وتضافر المجهودات من أجل تحقيق غد ينصفنا على الأقل فيما يتعلق بوجودنا في أعلى المراتب. نحن نأمل أن يكون هناك دائما صدى لما نقوم به في هذا المجتمع.